حياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة عبر هذه الطلة من برنامج ماسكوت للقناة الرياضية الثالثة وحديث آخر بتميمة من خلال هذا البرنامج. انتظرت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم حتى عام 1980 والله وايد قبل أن تكشف عن تميمتها المحظوظة. اليوم حلقتنا راح نسولف عن قصة التميمة السويدية اللي سميت ب رابت وهي الأرنب، يعني بالإنجليزي رابت بالعربي الأرنب. عادة التميمة يطلق عليها مسمى اسم ويعبرون عنها عن شيء خاص في الدولة، لكن الظاهر السويد ما بيتعبون نفسهم والمصمم نفسه ما بيتعب نفسه، يبي يمشي البطولة يعني بأي تصميم ممكن. فراح رجع حق البطولة اللي فاتت وين كانت؟ بألمانيا. زين شنو كانت تميمتهم؟ هم بعد الأرنب تذكرونه بيرني على هذه البطولة، هم بعد خذ نفس الأرنب، غير شوية بس، خلى الأرنب بني اللون، يلبس لبس الرياضي على ألوان السويد، لبس السويد مع وجود شريطة الرأس لونها صفراء، هذه كان لونها بيضة، المرة حط الصفراء. وشعار البطولة كان موجود مع الزي الرياضي بالإضافة إلى ارتداء الأساور والمعصم مثل ما قلت اللي على الرأس أثناء اللعب. ها شوف 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 ها قدامكم كاهي، ما غير ولا شيء إلا الألوان، ليش ما ندري. على العموم انتشرت فكرة أن يكون تميمة الأرنب سمة دائمة لبطولة اليورو، هذا الأمر خاص فيهم مع تغيير الألوان الخاص في كل دولة بكل 4 سنوات، اللي طبعا كانت الدولة المستضيفة لأي بطولة تقام فيها البطولة. في عام 92 هذه هي اليوم بطولتنا وهذه هي تميمتنا الخاصة في هذه البطولة، كانت في السويد. استبدلوا اسم بيرني اللي كانت التميمة الألمانية في البطولة السابقة ب رابت السويدية، ومن الألوان أو اللونين الأصفر اللي كانوا الأسود ويا الأسود ويا الأبيض بالألمانيا، وصارت أصفر وأزرق للبلد المضيف السويد. ما تعبوا حالهم. على العموم من الواضح أن فعلا السويد اختارت تنظيم هذه البطولة، بطولة 92، بميزانية محدودة، والدليل التميمة. الفارق الوحيد الملحوظ بين تميمة عام 88 في ألمانيا وخليفتها 92 هو تغيير الألوان فقط لا غير. المهم السويديين غيروا اسم بيرني اللي هو الأرنب اللي كان يرمز إلى المصالحة والسلام، وغيروه إلى اسمه الأصلي حق تميمتهم رابت. بس الحين نبي نسافر وياكم إلى السويد في أعلى القارة العجوز في أوروبا عشان نسولف وياكم قصة بطولة يورو 92. هذه البطولة المميزة من تاريخ 10 إلى 26 6/92. هذه البطولة هي التاسعة حق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واللي تقام مثل ما قلت بالبداية كل 4 سنوات. بطلة هذه البطولة هي الدنمارك. الدنمارك هي والله الدنمارك بلونها الأحمر. الدنمارك وين بعالم كرة القدم؟ هذه هي بدايتها من عام 92 بعد ما تم دعوتها كوصيفة في التصفيات فقط. ها يعني مو متأهلة من نفسها؟ لا لا لا، لأن استبعدوا يوغوسلافيا نتيجة تفكك البلاد والحروب اللي حصلت لها، استدعوا من بعدها دنمارك وحضورها في هذه البطولة. فتخيل أنت وصيف في التصفيات يبونك هنا كمشارك، تصير آخر شيء بطل، من يتوقع؟ ما حد يتوقع. هذه البطولة تنافسوا فيها 8 فرق في هذه البطولة، أيضا كانت أول بطولة كبيرة تنافس فيها ألمانيا الموحدة اللي انهزمت أمام الدنمارك في النهائي 2-0.
في تاريخ 16/12 من عام 88 بناء على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم اختيار السويد بدلا من اسبانيا لاستضافة هذا الحدث. كان على 7 من الفرق الثمانية التأهل للمرحلة النهائية في بطولة يورو 92. تأهلت السويد تلقائيا كمضيف للحدث، وتأهل الاتحاد السوفيتي للبطولة النهائية قبل فترة وجيزة من تفككها. شاركت اسكتلندا والسويد المضيفة لأول مرة على الرغم من ظهورهم في كأس العالم عدة مرات، بس كأس أمم أوروبا مختلف. فرنسا تأهلت إلى بطولة أوروبا ولعبت بعد غياب عن البطولة السابقة في ألمانيا. في مرحلة الخروج والمغلوبة تم اللجوء إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح لتحديد الفائز، يعني هذا الأمر المعتاد، لكن في هذه البطولة ما كان في تحديد للمركز الثالث، يعني خلاص عندنا ثالث ورابع هما نفس الشيء. على العموم تم تسجيل 32 فريق في 15 مباراة بمعدل 2.13 هدف في المباراة الواحدة. هدافين البطولة كانوا برصيد 3 أهداف، هم الدنماركي هنريك لارسن والألماني كارل هاينز ريدل والهولندي دينيس بيركام والسويدي توماس برولين. هداف التصفيات هو اليوغوسلافي داركو بانشيف برصيد 10 أهداف، ولقب بانشيف ولقب خلينا نقول بانشيف بالكوبرا اللي هي طبعا الحية. غادر المهاجم نادي كارفينا زفيزدا إلى انتر ميلان في صيف عام 92 بعد هذه البطولة، بعد أن حرم من فرصة اللعب في بطولة أمم أوروبا بسبب تفكك يوغوسلافيا. كانت هذه آخر بطولة استخدم شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإضافة إلى العلم. قبل البطولة كانت تعرف باسم يورو، حيث تعرف باسم يورو 92. كانت أيضا أول بطولة كرة قدم كبيرة جدا تطبع فيها أسماء اللاعبين على ظهورهم لمعرفة اللاعبين للجمهور وللحكم نفسه، اللي أصبح هذا الأمر خلاص من بعده ماشي حتى على الأندية بشكل عام في جميع أنحاء أوروبا بل بالعالم. تحدث الدنمارك كل التوقعات وفازت على ألمانيا الموحدة حديثا ب 2-0 في نهائي بطولة أوروبا 92 في تاريخ 26/6/92 بفضل الإضافات المتأخرة إلى التشكيلة كبديل ليوغوسلافيا. نجح الدنماركيون الحمر في اجتياز مرحلة المجموعات بصعوبة، هذه كانت بدايتهم في البطولة، وفازوا على هولندا حاملة اللقب في 88 في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح، وكانت هذه هي المفاجأة للجميع بوجود الدنمارك بهذا الدور وتقدمها اللافت إلى المباراة النهائية في موقف دفاعي طوال المباراة النهائية في ملعب أوليفي في غوتنبرغ. لكن ثلاث مرات جون جينسن وكيم فيلفورد اللي سجلوا هدفين الدنمارك غيروا مجرى اللعب بل غيروا تاريخ كرة القدم الدنماركية بهذا الفوز. حارس المرمى العملاق والأسطورة بيتر شمايكل شنو قال؟ يقول بتصريح له: لقد أدركت ذلك عندما كنا في كوبنهاغن في قاعة المدينة للاحتفال مع بقية الدنماركيين. يقول في هاللحظة كنت أفكر: يا إلهي لقد نجحنا بالفعل في تحقيق ذلك، إنه ليس حلم. يعني عاش الحلم وكأنه أو عاش الواقع وكأنه حلم، لكن استوعب وقت الاحتفال أن هذا فعلا مو حلم، هذا واقع. المدافع لارسن أولسن ارتدى شارة القيادة للدنمارك في بطولة أوروبا 92، وهو كان محظوظ جدا أنه رفع الكاس بعد أن شارك في تشكيلة الفريق اللي لعبوا في نهايات 88، وهذا الانتصار يا بعد أيام من قرار الاستفتاء بالبقاء خارج الاتحاد الأوروبي. علق هنا حزتها وزير الخارجية أوفا إلمان ينسن: إذا لم تتمكن من الانضمام إليهم فاهزمهم. هذا كان تصريحا يعني كبير لهذا الرجل. كان نجاح الدنماركيين أكثر إثارة للإعجاب عندما
لم تكن هناك أي أندية احترافية في الدنمارك حتى عام 86. يعني تخيل قبل البطولة أنت بست سنوات أنت ما عندك احتراف، لكن الأمر اختلف لما صار في احتراف، وصلت الدنمارك بهذه السرعة للنهائي وحققت هذه البطولة. بهذه اللحظة فعلاً الدنمارك أصبحت نقطة مضيئة في عالم كرة القدم، وبدأنا نتذكر أسماء كثر وجدوا في الدنمارك بهذه الفترة التسعينات، ولكن حتى الآن لم نرى دنمارك مميز آخر من بعد هذه الفترة من بعد 92. وصلنا للختام، نبارك للدنمارك ونبارك للسويد اللي ما ما استضافت ولا بطولة ولا سوت أي تميمة أخرى من بعد هذه البطولة في 92، وكأن الاتحاد الأوروبي يقول خلاص لهني، دام أنتم ما فكرتوا بتميمة مغايرة خلوكم بهذه البطولة وكفى، احنا بعد وياكم اكتفينا بهذا القدر من المعلومات عن بطولة 92 الملتقى باكر وتميمة أخرى، فما لا